قال شيخ الأزهر إمام الأكبر أحمد الطيب إن الحوار الديني لا يمكن أن يوقف تمدد الإرهاب ما لم تكن هناك سياسة عالمية تعمل بعدل مطلق وما لم يتوقف استغلال دماء الفقراء. أضاف الطيب خلال لقاء رئيس الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون أن المؤسسات الدولية التي أنشئت من أجل ترسيخ السلام والعدل يقع على عاتقها جزء كبير من المسؤولية للتأثير على أصحاب القرار في العالم، مبينا أن الأزهر قام بجهود كبيرة لمد جسور الحوار مع قادة الأديان. من جهته أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون أهمية رسالة الأزهر ودوره في مواجهة الفكر المتطرف.